الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلاب الصف الحادي عشر لمادة اللغة العربية الGCE. ها نحن طلابي نلتقي معكم في الأسبوع السادس للحديث والاستكمال بالحديث عن فيلم الأيدي الناعمة والمأخوذ من كتاب الرواد، والحديث استكمالا للأحداث الموجودة بفيلم الأيدي الناعمة من تدخل الدكتور محمود في الفيلم مع الرئيس الشخصية الرئيسية بالفيلم وهي شوكت، وكيف كان للدكتور محمود دور مهم في حل مشكلة الفيلم أو عقدة الفيلم، وتشاهدون كيف بالنهاية سيتم الزواج من الدكتور محمود وابنة شوكت وموافقة شوكت على الزواج لابنته ميرفت، وبعد ذلك ننتقل لزواج شوكت من كريمة، وهذا دليل على انتهاء الفيلم وانتهاء عقدة الفيلم بموضوع الفقر والغنى والبرجوازية في فيلم الأيدي الناعمة. بعد ذلك طلابي سننتقل في هذا الأسبوع للحديث عن كتاب الأصيل، وفي كتاب الأصيل حديثنا سيكون تحديداً عن حل السؤال الأول من الامتحان النهائي. سنقوم بشرح كيفية حل السؤال والعمل على عدة تدريبات وعدة أسئلة نقوم بحلها لكيفية حل هذا السؤال، وهذا السؤال كما هو موضح أمامكم عن أكمل الجمل باختيار العبارة الصحيحة من القائمة أدناه. يعطيك السؤال عدة جمل يطلب منك أن تستكملها بالإجابة بـ V أو I V أو V I أو I I إلى آخره من المطروح أمامك كما تقوم بالاختيار. طالبي يجب عليك أن تقرأ قراءة صحيحة، يجب عليك عند نقل الإجابة للسؤال أن تنقل صحيحا، فعلى سبيل المثال إذا كانت الإجابة I V انتبه ألا تقع بخطأ وتنقل إجابة V I على سبيل المثال، لأنه سيشطب لك علامة من السؤال. أما السؤال الثاني طالبي في الامتحان الأول الأس هو عبارة عن نص يجب عليك أن تقرأه جيدا، وبعد ذلك تنتقل للاختيارات الموجودة فيما يلي الجدول وتضع علامة إكس. طالبي العزيز في هذا السؤال يعتمد على قراءتك الصحيحة، القراءة الصحيحة للنص قراءة صحيحة 100%، وبعد ذلك تأكد أن الأسئلة A و B و C هي متنقلة ومتسلسلة في الإجابة المطلوبة لك بالسؤال الثاني. والسؤال الثاني عليه 5 علامات كما أن للسؤال الأول أيضا عليه 5 علامات كما هو موضح أمامك، وتكون الإجابة بوضع إكس في المربع المناسب كما هو موضح لك في المثال طالب العزيز. هذا طلابي مجمل الحديث عن موضوعنا لهذا الأسبوع. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم، على أمل اللقاء بكم بحول الله في الأسبوع القادم للحديث بعدة موضوعات من موضوع كتاب الرواد أو كتاب الأصيل كما هو موضح بين يديكم. شكرا ودمتم برعاية الله طلابي.